الشهيد اللي ضحى من أجل الجزائر ومن أجل استقلال الجزائر يبقى دائما موش فقط في يوم واحد، ولكن يبقى دائما في بالنا، لأن اللي ماتوا على الجزائر وضحاوا على الجزائر احنا اللي رانا في المسؤولية، وكل المواطنين نبقاو دائما مرتبطين بهذا التاريخ تاعنا المجيد، لأن الجزائر المكانة نتاعها والدور نتاعها وسمعتها عبر التاريخ ليجلب الاحترام. احنا لازم نكونوا في مستوى هذه المسؤولية، وفي نفس المستوى كما جاء من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال المهام نتاعو لما تولى على رئيس الجمهورية، الاهتمام نتاعو الأول هو رجوع للمبادئ أول نوفمبر، ورجوع للمبادئ أول نوفمبر هو الذكرى تاع الشهداء. لما نتذكر الشهداء نقدروا المهام نتاعنا والالتزام نتاعنا من أجل الجزائر. والشهيد توصية نتاع الشهيد دائما أن تهلاو في الجزائر.